قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. أما بعد، كان أول ما تكلم عنه المصنف حفظه الله من هذه المذاهب الهدامة هو مصطلح ماذا؟ العلمانية، مش كده ولا ايه؟ مصطلح العلمانية كان أول مصطلح تكلم فيه، ثم سنى بمصطلح الديمقراطية، ثم توقفنا وقفة اضطرنا لها الواقع أن نتكلم عن بعض المسائل النازلة، وهي مسألة واحدة من هذه المسائل النوازل لعلها تفتح لك أفق الخلاف في هذا الباب، المسائل السياسية المعاصرة، مسألة المشاركة في المجالس النيابية في ظل الأنظمة الديمقراطية والعلمانية، هل تجوز أم لا تجوز؟ وتعرضنا للأقوال للقولين، قولي العلماء في هذا الباب بالجواز وعدم الجواز، ثم تكلمنا ودليل كل فريق ورد كل فريق على الآخر، وذكرنا فتاوى لبعض أهل العلم في هذه المسألة، ثم تكلمنا على بعض الضوابط مش كده التي لابد أن يقيد بها العمل السياسي، أنتم تذكرون هذا. نعم. ثم هذا عنوان آخر ومذهب هدام آخر نشر في بلاد المسلمين، وهو القومية والوطنية. الحقيقة أخواننا أن القومية هي بالإجمال يعني هي حركة سياسية فكرية متعصبة تدعو فيها كل أمة إلى تمجيد نفسها، كل أمة تدعو فيها إلى تمجيد نفسها، حركة سياسية فكرية متعصبة. سيأتيك هذا التعريف في القومية العربية، لكن أنا أحاول أن أوضح لك الأمر. حركة سياسية فكرية متعصبة تدعو فيها كل أمة إلى تمجيد نفسها وإلى اجتماع أبنائها على أساس من رابطة الدم أو القربة أو اللغة أو التاريخ وإحلال ذلك محل رابطة الدين. الذي حدث أن أوروبا كما تكلمنا من قبل كانت تحت ضغط ونير تحكم الكنيسة، السلطة الروحية التي كانت تحكم أوروبا في ذلك الوقت، كذلك أيضا كانت تحت ضغط وحكم من القياصرة أصحاب الإمبراطوريات الكبيرة، وكان الخضوع لهاتين السلطتين كما ذكر المصنف عندك هو سبب لتدهور البلاد الأوروبية والتلاعب بمقدراتها. الذي حدث أن الناس نشأت فيهم الدعوة إلى رفض التبعية لهاتين السلطتين، السلطة الدينية كذلك السلطة الإمبراطورية الموسعة السياسية، فظهرت حركات تدعو إلى حرية ممارسة كل دولة أوروبية لسيادتها على أرضها سياسيا واقتصاديا وتجاريا، هذا الكلام موجود عندك، سياسيا واقتصاديا وتجاريا بعيدا عن نفوذ البابوات وبعيدا أيضا عن نفوذ القياصرة، فظهرت الحركات القومية. أنت ترى كما يذكر المصنف عندك أن البداية بريئة جدا، إن بما أن هناك ضغط ديني غير مقبول وضغط سياسي غير مقبول، فكانت يعني النتيجة يعني المتوقعة أن يكون هناك اتجاه إلى أن تهتم كل أمة بشؤونها وأحوالها، وكانت هذه وسيلة للتخلص من ضغط الكنيسة ومن ضغط الساسة، لكن في الحقيقة انقلب الأمر في النهاية إلى هدف وغاية بعد أن كان إيه؟ وسيلة، أصبح هدفا وغاية. قومية تقوم على مراعاة مصالح الأمة ورغباتها، كل هذا عندك في الكتاب، تقوم على مراعاة مصالح الأمة ورغباتها، ما يحقق مصالح الأمة وأطماع الأمة فهو فضيلة وإن خالف حقا، وما يعارض مصالح الأمة فهو رذيلة وإن وافق باطلا، ولا اعتبار أبدا للمقاييس الشرعية ولا للمبادئ الأخلاقية، إنما الاعتبار فيما بما يتحقق به رفعة شأن الأمة وتفوقها من وجهة نظر أبنائها، من وجهة نظر أبنائها، هذا عندك في الكتاب كله.
الحقيقة أخواننا أن الإسلام ليس فيه ذلك، والإسلام لم يعرف هذه الأمور. صح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوما وقد حرش يعني الشيطان بينهم، فنادى بعضهم يا للأنصار ونادى بعضهم يا للمهاجرين، وهي مسميات شريفة. الذي سماهم الأنصار هو الله سبحانه وتعالى، والذي سمى هؤلاء المهاجرين هو الله سبحانه وتعالى، وهذا اسم شرعي لا شك في هذا. لكن لما نتج عن التسمي بهذا الاسم، هو اسم شرعي نوع تعصب وتفرق في الأمة، ونادى المهاجرون يا للمهاجرين ونادى الأنصار يا للأنصار، قام النبي صلى الله عليه وسلم بينهم مغضبا وقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. إذا كان هذا في الألفاظ الشرعية التي استخدمها الشارع، بل سماهم بها الشارع لما انقلبت إلى حزبية ضيقة وعقد معاني الولاء والبراء على المسميات، نبذ الشارع ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية ينصر العصبية ويغضب للعصبية فقتلته جاهلية. من قتل تحت راية ينصر العصبية ويغضب للعصبية فقتلته جاهلية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. هذه القاعدة الشرعية. لذلك الأمة المسلمة لم تعرف أمثال هذه المعاني، لم تعرف أمثال أن يعقد الولاء والبراء على الأرض، أو أن يعقد الولاء والبراء على اللون، أو أن يعقد الولاء والبراء على الجنس، أو أن يعقد الولاء والبراء حتى على شخص. هذا كلام غير مقبول ومرفوض يعني عندنا في ديننا. الذي حدث أنه نشأ في بلاد المسلمين أمران. الأمر الأول أنه حدث في تركيا نوع تعصب للقومية الطورانية التركية التي أصل الأتراك. تبنى حدث نوع تعصب للقومية الطورانية في تركيا، وتزعم هذا التعصب حزب الاتحاد والترقي، والترقي بدأ يطالب بتتريك تركيا وأن تعود تركيا إلى قومياتها الطورانية لا إلى نسبتها الإسلامية. حتى نشأ عن هذا أنهم استخدموا حتى شعار مختلف عن شعارات الإسلام، شعار الذئب الأخضر. الذئب الأخضر كان معبود الأتراك قبل الإسلام، شعار نبذوه منذ سنين طويلة ثم بدأ يعود على الأرض مرة ثانية. نشأ عن هذا أن الدولة العثمانية أصبحت تضغط على العرب حتى يعطي العرب الأتراك امتيازات خاصة به، وأحس العرب أن هناك نوع من التقديم للأتراك على أساس أنهم أتراك على حساب العرب لأنهم عرب. لماذا نشأ هذا في تركيا يا أخوانا؟ وأنت تفاجأ أن هذا الكلام ليس في تركيا وحدها، بدأ ينشأ أيضا في بعض البلاد المسلمة زي مصر، والتعصب للقومية الفرعونية، والعراق والأشورية واليمن وأنت وأنت يعني ما تيجي تتأمل تلاقي كثير من هذا. الحقيقة أخوانا أن هذا كله من إنشاء الاستعمار. وإحنا لما نقول أخوانا في أي مسألة أن الغرب فعل وأنه هو الذي، لا نقصد بهذا أن نبرئ أنفسنا. أنا ذكرنا هذا من قبل، نحن لولا أننا بيئة خصبة وأرض جاهزة لتنمو فيها هذه الأفكار الفاسدة ما نمت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان يعني وارد جدا أن تحدث فيهم هذا، يا للأنصار يا للمهاجرين. لكن لما كانت البيئة غير قابلة لهذه المعاني إلا حصل دفعت وقتلت في مهدها. الاستعمار إخواننا أصبح ينبش تحت التراب. أحد المستعمرين يقول أو أحد المستشرقين يقول، ولعل هذه المقولة مهمة لعلك تكتبها، يقول: إننا في كل بلد إسلامي دخلناه، إننا في كل بلد إسلامي دخلناه نبشنا الأرض، إننا في كل بلد إسلامي دخلناه نبشنا الأرض لنحصل على تراث الحضارات القديمة قبل الإسلام، لنحصل على تراث الحضارات القديمة قبل الإسلام. يعني في كل بلد دخلناها نبشنا الأرض، يعني أصبحنا نحيي الحضارات القديمة قبل الإسلام. ولسنا نعتقد، شوف الكلام بقى، ولسنا نعتقد بهذا أن المسلم سيترك دينه. احنا عارفين كويس المسلم لن يترك دينه ويصبح فرعونيا، ولكنه يكفينا منه تذبذبه أو تذبذب ولائه بين الإسلام وتلك الحضارات.
يكفينا منه تذبذب ولائه بين الإسلام وتلك الحضارات. أحد المستشرقين جيب، احنا ذكرنا جيب ده كثيرا، كان يقول كان من أهم مظاهر فرنجة العالم الإسلامي، كان من أهم مظاهر فرنجة العالم الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة، تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي يشغلها المسلمون الآن. كان من أهم المظاهر فرنجة العالم الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي يشغلها المسلمون الآن. فمثل هذا الاهتمام موجود في تركيا ومصر وإندونيسيا والعراق وفارس، وقد تكون أهميته محصورة الآن، شوف الكلام، وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوروبا. يعني هذا كبداية سيجعل هذه الدول تعادي من؟ تعادي أوروبا، لأنها ستنتمي لقومية تخالف القومية الأوروبية وإن لم تكن الإسلام، بس ده كبداية. ولكن من الممكن، شوف بقى النظرة المستقبلية، ولكن من الممكن أن يلعب في المستقبل دورا مهما في تقوية الوطنية الشعوبية وتدعيم مقوماتها، هو ده المطلوب. ولكن من الممكن أن يلعب في المستقبل دورا مهما في تقوية الوطنية الشعوبية وتدعيم مقوماتها. يبقى إذن الاستعمار شجع نشوء الدعوة إلى القوميات الضيقة بين الشعوب الإسلامية، وكان الهدف من هذا الأمر إخواننا إن احنا أن يبتعد الإسلام عن مسرح المواجهة، أن يبتعد الإسلام عن مسرح المواجهة. لو تذكرون وإحنا بنتكلم عن سعد الزغلول، لو تذكرون وإحنا بنتكلم عن سعد الزغلول، إن اللورد كرومر هو يبعث بتقرير عن ثورة 19، قال إيه؟ الثورة تخرج من الأزهر، تقريرا كده عدة نقاط. واحد، الثورة تخرج من الأزهر. اثنين، أرى أن يفرج عن سعد زغلول حالا ليعود ويقود الثورة ويجعلها تنحرف عن مساره. أظن ذكرت لكم هذا الكلام أو لعل، المهم إن إحنا بنقوله إن المسألة واضحة يا إخوان. إحنا لابد أن ينحرف الإسلام عن مسرح المواجهة، ما يكونش هو الذي في مسرح المواجهة، لأن الأمر لو انقلب إلى إسلام وكفر وطاعة وإيمان لابد أن الغلبة ستكون للإسلام لأصحاب العقيدة، تمام؟ لكن إذا انقلب الأمر إلى الدعاوى المنتنة القومية والعربية والمصرية واليمنية والعراقية ويصبح كل دولة تتحزب لهذه المعاني، فيحب المسلم الكافر لأنه عربي ويكره أخوه المسلم لأنه ليس بعربي ويعادي أخوه المسلم أنه ليس بعربي، فيش مانع أبدا أن يدعى إلى القومية ويبقى ما فيش مشكلة، الدول العربية تموت من أجل بعضها لأنها عربية، أما أن تكون دولة مسلمة فلا، أن ليس بيننا وبينهم صلة، وأنت ستسمع كلامهم بعد ذلك. هذه الأمور إخواننا بدأت تظهر في بلاد المسلمين، كما قلنا ظهرت النعرة الفرعونية في مصر، رسموا رأس أبو الهول على طوابع البريد وأوراق النقد، وأنت ترى هذا طبعا واضح، مباني كثيرة أصبحت تبنى على الطراز الفرعوني، بل حتى الشعراء تأثروا بهذه الدعوة القوية في بدايتها. يعني حافظ إبراهيم يقول، وهذا دليل على تأثر حتى الشعراء في ذلك الوقت بهذا المعنى، يقول أنا مصري بناني من بنى، أنا مصري بناني من بنى هرم الدهر الذي أعيا الفنى، أنا مصري بناني من بنى، يعني الذي بنى هرم الدهر، الهرم الذي عاش طوال الدهر الذي أعيا الفنى، كأن الذي بناه هو الذي بنى الهرم، أنا رجل فرعوني وهذه أصولي وهذه أمجادي وأمثال هذه الأمور. قلنا أن تركيا كان نفس الكلام، كانت النعرات نعرات قومية محدودة، الطورانية في تركيا، الفرعونية في مصر، الأشورية في العراق وهكذا على امتداد الدول الإسلامية. لكن لما ظهرت النعرة القومية في تركيا قام الاستعمار، وكانت هذه فرصة كبيرة للاستعمار لأجل تفتيت الخلافة الإسلامية، فأصبح يحرك نعرة أخرى موجودة عند الدول العربية جميعا، وهي نعرة الإيه؟ القومية العربية في مواجهة القومية التركية والدعوة لإقامة الدولة العربية الكبرى من المحيط إلى الخليج. وأنت لو تأملت الرسائل التي كانت يكتبها الإنجليز للشريف حسين
وهم يعني يعطونه الأمل في إنشاء الدولة العربية الكبرى، وأنه لابد أن يرأسها وأن يكون ملكها رجل من السلالة النبوية الشريفة كمثلك يعني أيها الشريف حسين. كلام طويل في هذا الباب كله في النهاية خدع لا شك في هذا، هم باعوا هذه القضية في النهاية. ونزل لورنس الملقب بلورنس العرب وكان جاسوس من جواسيس الإنجليز، أصبح يقلب الأعراب ويقلب البدو ووثق فيه حتى الحكام المسلمين حتى يقودهم أو حتى يقودهم في وجه القومية التركية، وبهذا تتفتت الدولة المسلمة إذن ما معنى القومية العربية؟ أنا بقول ده هذا نشأ في تركيا، هذا بدأ الأمر في تركيا كنوع من الاعتداد بالقومية التركية، فنشأ هذا في بلاد المسلمين، أحياه الاستعمار وكنتيجة للقومية التركية أصبحت هناك قومية عربية. إذن القومية العربية كما ذكر المصنف عندك هي حركة سياسية متعصبة، حركة سياسية فكرية، لابد أن تضيف هذه الكلمة، مش عارف عندك ولا لا، حركة سياسية فكرية متعصبة تدعو إلى تمجيد العرب وإقامة دولة موحدة لهم على أساس من رابطة الدم والقربة واللغة والتاريخ، وإحلال هذه الرابطة محل رابطة الدين متى ظهرت كما ذكر المصنف عندك في أواخر القرن 19 الميلادي وأوائل القرن 20، كانت في البداية عبارة عن حركات سرية ثم تحولت إلى حركات علنية، كانت في البداية محصورة في الأقليات غير المسلمة، وهذا طبيعي جدا أن الأقليات غير المسلمة تدعو إلى هذا لأن في الحقيقة هذا هدم للدين. بدأ في الأقليات غير المسلمة في الشام خاصة في لبنان، وتأثر بهم عدد محدود من المسلمين. هذا العدد المحدود من المسلمين في البداية كما يذكر الدكتور محمد حسين كانوا يرون أنه ليس هناك تناقض بين القومية العربية وبين الإسلام لأن العرب أصل الإسلام، فكان في البداية في نوع من استزاجة شوي في هذه الدعوة، وكأن الجامعة الإسلامية كان البحث عن جامعة إسلامية يعني اتحاد إسلامي لا تناقض الجامعة العربية، وأن هذه من تلك وتلك من هذه، حتى الكلام مصطفى كامل وغيره من دعاة القومية العربية كان نابع من قومياته الإسلامية، كان نابعا في خطبه وفي كلامه من قومياته الإسلامية. لكن أصبح الأمر بعدها أو كالعادة إذا ترك أي مصطلح بدون تفسير وبدون تقييد وبدون يعني تحديد من أهل العلم انطلق المصطلح إلى ما لا تحمد عقباه. أول المؤسسين لهذا الباب كما قلنا نصارى، كان أول ما أسس في هذا الباب جمعية تسمى الجمعية السورية، هذه الجمعية أسسها نصارى منهم بطرس البستاني، كان ده سنة 1847. ثم نشأ حزب البعث العربي الاشتراكي وكان أيضا بقيادة ميشيل حبش، وأنت ستلحظ الأسماء. ثم حزب القوميين السوريين بقيادة أنطوان سعادة، ثم حزب القوميين العرب بقيادة جورج حبش. السلام ورحمة الله وبركاته. بل يذكر بعض المهتمين بهذا الشأن أن أكثر من 90% من قادة الحركة القومية العربية الأقحاح كانوا من خريج الجامعة الأمريكية في بيروت، أكثر من 90، وإحنا تكلمنا عن موضوع الجامعة الأمريكية ده أنتوا فاكرينه طبعا، تمام؟ أكثر من 90% من قادة حركة القومية العربية الأقحاح هم من خريج الجامعة الأمريكية في بيروت. دكتور محمد حسين في كتابه، أنا كنت أوصيتكم بهذا الكتاب كثيرا، لو الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر وغيره، وكتبه كثيرة في هذا الباب، لكن يتكلم عن ظروف نشأة القومية العربية ويقول أن ظروف نشأة القومية العربية شبيهة بالظروف التي ظهرت فيها القومية الفارسية في صدر الإسلام، فكما أن الشعوبية الفارسية قد ظهرت نتيجة عنجهية العرب الجاهلية من الحكام في أواخر الدولة الأموية، العرب كانوا بيتعاملوا مع الفرس بنوع في أواخر عهد الدولة الأموية بنوع من العنجهية،
جعلت هناك نوع من الاحتفاء بالقومية المغايرة لقومية العرب. قال فكذلك كانت الشعوب العربية أو كذلك كانت الشعوبية العربية أثرا من أثار عنجهية الترك الحاكمين، أثرا من أثار عنجهية الترك الحاكمين. طبعا ليست أثرا العنجهية الترك وحدها، وإلا فعنا قلنا أن حال المسلمين سبب، وهو السبب الرئيس في هذا الباب، أو حال المسلمين عموما والعرب خصوصا كان سبب في هذا الباب، ثم أيضا الاستعمار كان سببا في هذا الباب. مع أخوانا يبقى إذن ظهرت في أواخر القرن الإيه 19 وأوائل القرن العشرين، كانت في البداية حركات سرية ثم تحولت إلى حركات علنية، ثم صورت في صورة أحزاب يقودها نصارى، ثم انضم إليهم عدد من محدود من المسلمين، كان كثير منهم في هذا الوقت يعني يتمتع بنوع من السذاجة. لكن أصبحت الدعوة، وهذا مهم، أصبحت الدعوة إلى القومية العربية ذات تيار شعبي بعد استقلال كثير من الدول العربية، خصوصا بعد تبني عبد الناصر لهذه الدعوة وتسخير إمكانيات بلاده وأجهزة إعلامه لخدمة هذه الدعوة. وبهذا انتشر الفكر القومي في بلاد المسلمين بعد أن كان محدودا. تعجب جدا أن البلاد المسلمة في هذا الوقت كانت في منتهى العجب، في الوقت الذي كان ينادى فيه بالقومية العربية، وأي حد يجيب سيرة الإسلام يبقى ده عدو للقومية وعدو للحضارة وعدو يعني لتقدم الدولة. لو قارنت مقارنة سريعة في ذلك الوقت باليهود، في ذلك الوقت بالضبط باليهود، موسى ديان في ذلك الوقت الذي كان فيه عبد الناصر سئل في معركة 67، هل كنتم تشعرون أن الله معكم؟ شوف السؤال، هل كنتم تشعرون أن الله معكم؟ قال كنا نشعر أننا في جانب الله، أننا في جانب الله. بل بنت موسى ديان ابنته تقول في الوقت الذي كان في كل دبابة يهودية ومركبة يهودية نسخة من التوراة كان أعداؤنا تشغل إذاعاتهم الأغاني والموسيقى، وكانت شعاراتهم قاتلوا أعداء الربيع قاتلوا أعداء الحياة. هم مين؟ هم احنا طبعا، وهم دباباتهم فيها نسخ الإنجيل ونسخ التوراة. هرتزل مؤسس الصهيونية وزعيم الصهيونية الأول يقول، حتى تعرف ان القضية نحن للأسف يعني ننتقي شعارات جوفاء، يقول احنا قلناها قبل كده كلمة رافعة، نحن شعوب تختار عليها الألفاظ الكبيرة لتتلهى به. هرتزل يقول ان العودة الى صهيون يجب ان تسبقها عودة الى اليهودية. العودة الى ايه؟ صهيون دي القومية بتاعته، يجب ان تسبقها عودة الى ايه؟ ها؟ اليهودية اللي هي الدين كبداية. تمام؟ ايه هي افكار القومية يا اخوانا؟ عندك تحت ساطع الحصري يرى دعاة القومية العربية، وجدتها؟ ها؟ دي الافكار والمعتقدات، عنوان لها هذا. يرى دعاة القومية العربية أن أهم المقومات التي تقوم عليها القومية العربية هي اللغة العربية والدم والتاريخ والأرض والآلام والآمال المشتركة. هذه الدعائم، ما فيش دين. بل ويعلون واضف هذا، ويعلون من شأن رابطة القربى والدم على حساب رابطة الدين. يعلون من شأن رابطة القربى والدم على حساب رابطة الدين، ويرون أن هذه الرابطة للقربى والدم واللغة وهذه المعاني اللي هتكلمنا عنها أقدر على جمع كلمة العرب من رابطة الدين. لأن بعضهم كان يقول إذا كان لكل عصر نبوته المقدسة، إذا كان لكل عصر نبوته المقدسة، فإن القومية العربية هي نبوة هذا العصر، لأحد المفكرين القوميين. من أهم أفكار ومبادئ القومية أنهم أن دعاة القومية يرون أن العرب أمة واحدة، العرب أمة واحدة لها مقومات الأمة، ويرون أن الحدود بين أجزاء هذا الوطن حدود طارئة ينبغي أن تزال،
وينبغي أن يكون للعرب دولة واحدة على أساس الفكر العلماني. يرى دعاة القومية أن العرب أمة واحدة لها مقومات الأمة، ويرون أن الحدود بين أجزاء هذا الوطن حدود طارئة ينبغي أن بمليك. يبقى مش في الكتاب، ما تدورش بقى اكتب على طول. أقول تاني، يرى دعاة القومية أن العرب أمة واحدة لها مقومات الأمة، وأن الحدود بين أجزاء هذا الوطن حدود طارئة ينبغي أن تزال، وأن يكون للعرب دولة واحدة وحكومة واحدة على أساس الفكر العلماني. يرى الفكر القومي أيضا، هذا ليس عندك، أن الأديان، يرى الفكر القومي أن الأديان والأقليات والتقاليد المتوارثة عقبات ينبغي التخلص منها من أجل بناء مستقبل الأمة. من أجل بناء مستقبل الأمة. قلنا أن بعضهم يسكت عن الدين ودخل في الأمر بسذاجة، ويظن أن القومية لا تنافي الإسلام، والبعض الآخر يصرح بضرورة، ده عندك في الكتاب، يصرح بضرورة إبعاد الدين عن الروابط التي لابد أن تقام عليها القومية العربية أو الوحدة لوحدة الأمة العربية، حتى لا يتسبب الدين في تمزق الأمة لوجود عرب غير مسلمين. يعني أهم حاجة الناس إيه؟ تتوحد، مسلمين وغير مسلمين. طب الدين؟ لا، لو الدين هيفرقنا يبقى سيب الدين. وكان أحدهم وزع عندك في الكتاب يقول: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعدها بجهنم، العزو بالله. شعار القومية معروف: الدين لله والوطن للجميع، شعار استخدامه الحزب الوفد، وأخوة الوطن قبل أخوة الدين. وطبعا واضح أن شعار الدين لله والوطن للجميع أن الوطن ليس لله، الوطن للناس، وتبقى أخوة الوطن مقدمة على أخوة الدين. مصنف عندك ذكر بعض أقوال مفكري القومية عندك في الكتاب، بعضهم كان يقول: نحن عرب قبل موسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليه. إن العبقرية العربية عبرت عن نفسها بأشكال شتى، فمثلا عبرت عن نفسها بشريعة حمورابي، ومرة أخرى بالشعر الجاهلي، وثالثة بالإسلام. العروبة هي ديننا، نحن العرب المؤمنين العريقين من مسلمين ومسيحيين، لأنها وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية، ويجب أن نغار عليها كما يغار المسلمون على قرآن النبي والمسيحيون على إنجيل المسيح. أنا ذكرت لكم مقولة بعض مفكريهم: إذا كان لكل عصر نبوته المقدسة فإن القومية العربية هي نبوة هذا العصر. ذكر عندك قول شاعرهم: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. البيت اللي قبل البيت ده بيقول إيه؟ بيقول: هبوني عيدا، هبوني عيدا يجعل العرب أمة، هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي. تعرفين البراهمة؟ قوم مشركين صابئة، من الصابئة الذين كانوا يعبدون النجوم والكواكب. وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم، والعياذ بالله. كان الشعار اللي كان معلق أيام عبد الناصر، وهذا من شعارات القومية: لا تسل عن ملتي أو مذهبي، لا تسل عن ملتي أو مذهبي، أنا بعثي اشتراكي عربي. لا تسل عن إيه؟ عن ملتي أو مذهبي، أنا بعثي، حزب البعث يعني، اشتراكي، اشتراكية عربي، هذه ملتي وهذا مذهبي، والعياذ بالله. العجيب
ان هذا الشعار لا تسأل عن ملتي او مذهبي انا بعثي اشتراكي عربي لما اتهزم في 67 اتشال وحط مكانه شعار تاني خالص. ايه هو؟ وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الآن بإذن أخواننا أنت واضح من أهداف القومية ومن العربية ومن أقوال مفكريها أن مهمة التيار القومية كانت هي إقصاء الإسلام، وهذا مهم أن تكتبه. ليه الدول الأوروبية أخواننا شجعت على قيام القومية العربية؟ ليه وعدت؟ ليه الجامعة العربية؟ تعرفين الجامعة العربية الموجودة دلوقتي دي؟ من الذي أنشأ الجامعة العربية؟ وزير خارجية البريطاني. ليه وزير خارجية البريطاني سعى في إنشاء الجامعة العربية؟ ده من زمان. ليه؟ بس هو ده المقصود، حتى تواجه الجامعة، حتى تقف الجامعة العربية حجر عصر أمام نشوء الجامعة الإسلامية. لو قلنا لسه بقول لكم أعيدوا سعد زغلول، الثورة تنبع من الأزهر، كرومر كان بيقول كده، أعيدوا سعد زغلول من المنفى ليقود الثورة، حتى إيه؟ تنحرف. إذا كانت هتمشي كده نخليها تمشي كده، وده اللي بيحصل في كل مكان. أنا حكيت لكم من قبل قصة نشوء الثورات العربية في الخمسينات، وقلنا إن كانت الدول العربية كلها حبلى بثورات، والخارجية الأمريكية والمخابرات الأمريكية ارتأت ألا تقف في وجه هذه الثورات، إنما ارتأت إنها تعمل إيه؟ تقوم بتوجيه هذه الثورات. تقوم بتوجيه هذه، تسيب الثورة تتم ثم تقوم هي بتوجيه يعني هذه الثورة والانحراف بها عن مسارها. الثورة التي كانت في مصر لم يكن مؤهل للثورة في مصر إلا الإخوان في هذا الوقت. طب إيه المشكلة؟ سيبهم يعملوا الثورة ويصدروا ويتم التواصل مع الضباط الأحرار، ثم في النهاية إيه اللي يحصل؟ ها؟ يعطوا وعودا ويقضوا على الثورة التي يذكر فيها الدين والإسلام، وتنحرف الثورة عن مسارها، وهذا في كل وقت. لماذا شجعت الدول الأوروبية القومية العربية؟ لأن مهمة التيار القومية كانت هي إقصاء الإسلام وتفريغ القضية السياسية والاجتماعية بوجه عام من المحتوى الإسلامي. لأن مهمة التيار القومية، ده هيجي لك في امتحان ما؟ لا 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 لا، كله مهتم ليه كده عشان قلنا امتحان. لماذا شجعت الدول الأوروبية القومية العربية؟ واحد كان نايم صحيح عشان يكتب السؤال، مفيش مشكلة. لماذا شجعت الدول الأوروبية القومية العربية؟ لأن مهمة التيار القومية كانت هي إقصاء الإسلام وتفريغ القضية السياسية والاجتماعية بوجه عام من المحتوى الإسلامي. وتفريغ القضية، أقول تاني؟ لماذا شجعت الدول الأوروبية القومية العربية أو نشوء القومية العربية؟ الجواب: لأن مهمة تيار القومية كانت هي إقصاء الإسلام وتفريغ، لا معقول، إقصاء الإسلام وتفريغ القضية السياسية والاجتماعية بوجه عام من المحتوى الإسلامي، وإحلال فلسفة أخرى وعقيدة أخرى محل عقيدته، واستبدال رابطة أخرى برابطته، لعزل الشعوب الإسلامية بعضها عن بعض عزلا نهائيا. لعزل الشعوب الإسلامية بعضها عن بعض عزلا نهائيا، بحيث تكون صلة بعضها ببعض كصلتها بأي شعب من الشعوب الأخرى التي تدين بالوثنية أو الماركسية أو غيرها، بحيث تكون صلة بعضها ببعض كصلتها بأي شعب من الشعوب الأخرى التي تدين بالوثنية أو الماركسية أو غيرها، والتي لم تكن تربطها بها أي رابط،
وبذلك تنقطع الصلاة بين الشعوب الإسلامية وتضعف روابط الثقافة المشتركة ولغة القرآن والقيم الخلقية، ويقضى على الأخوة الإسلامية. واضح قلنا؟ احنا معروف طبعا الذي كان يمثل طيار القومية أو وما زال يمثلها في بعض البلاد الإسلامية حزب البعث في سوريا والعراق، طبعا انتهى في العراق لكن ما زال طبعا في سوريا حتى الآن، صلى الله عز وجل أن يمكن العباد المؤمنين، والحزب الناصري في مصر وبقايا الناصريين طبعا في مصر وبلاد الشام. السؤال: ما حكم الدعوة إلى القومية العربية؟ أو ما موقف الإسلام من الدعوة إلى القومية؟ أخوانا لابد أن يعلم حكم الدعوة إلى القومية العربية أو ما موقف الإسلام من الدعوة إلى القومية. لابد أن يعلم أخوانا أن الضوابط التي يفكر بها المسلمون غير الضوابط التي يفكر بها الغربيون. إذا كان الغربيون يرون أن مصدر القوة هو اتحادهم على لغة أو جنس أو لون، فمصدر القوة في نظر هؤلاء هو مصدر ضعف عندنا. مصدر القوة في نظر هؤلاء هو مصدر ضعف وخزلان عندنا، عند هذه الأمة. إذا كان مصدر القوة عندهم الاتفاق على جنس أو لون، فإن مصدر القوة عندنا نبذ الأجناس ونبذ الألوان والاتفاق على الإسلام والدين. هذا هو مصدر القوة عندنا. محمد إقبال الشاعر المعروف يقول: لا تقس أمم الغرب على أمتك، لا تقس أمم الغرب على أمتك، فإن أمة الرسول الهاشمي صلى الله عليه وسلم فريدة في تركيبها. أولئك إنما يعتقدون باجتماعهم على الوطن والنسل أنهم يعني سيصبحون أقوياء، ولكن إنما سيحكم اجتماعك أيها المسلم بقوة الدين. هذا كلام. لذلك المصنف عندك عقد بابا في هذا حكم الدعوة إلى القومية العربية. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول أن الدعوة إلى القومية العربية هي دعوة جاهلية إلحادية تهدف إلى محاربة الإسلام والتخلص من أحكامه وتعاليمه، ويقول هي دعوة باطلة وخطأ عظيم ومكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد سافر للإسلام. وقال إيه الكلام ده؟ كبير قوي. لما تتأمل في حيثيات هذا الحكم، الشيخ ابن باز له كتاب يسمى نقد القومية العربية، تمام؟ لما تتأمل في حيثيات هذا الحكم ستعرف السبب. والمصنف ذكر عندك هذا السبب، قال: وجاء في كتاب أساليب الغزو الفكري، وهذا كتاب مهم المستشار علي جريشة، كتاب مهم جدا، يقول إن بطلان الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها من القوميات مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وذلك من وجوه أربعة. الوجه الأول أنها تفرق بين المسلمين، ده كله ده موجود عندك في الكتاب. أولا لأنها تفرق، وهذا محل سؤال: ما موقف الإسلام من الدعوة للقومية العربية؟ ما هو ده حكم الدعوة للقومية العربية؟ أنا قلت ده هو ده نقد القومية العربية لابن باز، أساليب الغزو الفكري المستشار علي جريش. الحيثيات التي تدل على حرمة الدعوة إلى القومية: أولا لأنها تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي، بل تفرق بين العرب أنفسهم وتقسمهم أحزابا، وهذا يخالف لا شك أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو أصل الإيه؟ الاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحيثية الثانية أو السبب الثاني لتحريم الدعوة القومية: لأنها من أمر الجاهلية، فهي تدعو إلى غير الإسلام، وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وقال ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من غضب لعصبية، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ولا ريب كما يذكر المصنف عندك أن دعاة القومية يدعون إلى إيه؟ إلى عصبية، ويغضبون لعصبية، ويقاتلون لعصبية. ولا ريب أيضا أن الدعوة إلى القومية تدعو إلى البغي والفخر، وإنما هي فكرة جاهلية تحمل أهلها على الفخر بها والتعصب لها، والإسلام بخلاف ذلك. الإسلام عندنا القاعدة بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، القاعدة المؤمن للمؤمن كالبنيان، القاعدة ألا لفضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، مش كده ولا إيه؟ لذلك هذا خلاف دعوة الإسلام. وذكر المصنف عندك حديث الحارس الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس، أول حديث إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يأمر بها بني إسرائيل، وأنا أمركم بخمس: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جسي جهنم. قيل يا رسول الله وإن صام وصلى، وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. ثالثا من أدلة تحريم الدعوة إلى القومية لأنها تؤدي إلى موالاة الكفار والعرب وملاحدة العرب من أبناء غير المسلمين وغيرهم، وهذا في مخالفة لنص القرآن الكريم. الإسلام يا إخواننا مبني على ولاء وبراء، الإسلام مبني على ولاء وبراء، وهذه هي القاعدة. فأن تكون هناك دعوة تساوي أو توالي الكفار من غير المسلمين من العرب وتساويهم بالعرب المسلم، بل أحيانا تفضل الكافر لأنه عربي على المسلم لأنه غير عربي والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه من دعوة الجاهلية. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وكانوا عرب بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والقوميون كما يذكر المصنف عندك يدعون إلى التكتل حول القومية العربية، فيويلون لأجل ذلك كل عربي من يهود ونصارى ومجوس ووثنيين وملاحدة وغيرهم تحت لواء القومية العربية، ويقولون إن نظامها لا يفرق بين عربي وعربي وإن تفرقت أديانهم. نقرأ بقية كلام المصنف ولا نقرأ؟ الفكرة واضحة. ممكن تعمل مقارنة بين رأي القوميين ورأي الإسلام؟ تعمل مقارنة. ده واضح. طبعا واضح. إذا قلنا إن دي أسباب تحريم القومية، هيبقى ده بالضبط وارد. طبعا لابد من التفريق بين هذا وذاك. رابعا، لأن الدعوة القومية تفضي بالمجتمع إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا بتحكيم القرآن. فيوجب هذا لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف القرآن، ده موجود عندك أيضا في الكتاب. بإذن إخواننا الإسلام لا يعرف أمثال هذه الأمور. الإسلام قاده بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبو بكر القرشي وصلاح الدين الكردي وقطز المملوكي، كل هؤلاء كانوا من قادة الإسلام، والإسلام لم يعرف التفرقة بين هؤلاء. مصنف نبه إلى عدة تنبيهات، يقول الدعوة إلى القوميات تهدف إلى تفضيل جنس على سائر الأجناس أو وطن على سائر الأوطان، وبذلك تنمي الأسرة وحب الذات. مسألة أما الإسلام فهو دعوة عالمية لا تفرق بين الأجناس والشعوب ولا تعرف القوميات. الثانية، لا يستطيع أي شعب من الشعوب أو حتى جنس من الأجناس أن يدعي أنه يحتفظ بنقاء جنس. عشان تقول لي إحنا العرب، اثبت لي أنك جنس نقي، ومحدش من شعوب الأرض يستطيع أن يدعي أنه استطاع أن يحافظ على نقاء جنسه، والأجناس يعني تزاوجت واختلطت على مر القرون، وهذه حقيقة علمية كما يذكر المصنف. يتجاهل دعاة القومية أن الإسلام منذ اعتنقه العرب قد أزال كل ما كان قبله من تاريخ
وحضارات قديمة، وصنع لنفسه حضارة جديدة لها تاريخها ومبادئها ومفاهيمها وثقافتها ولغتها. فالإسلام في منطقتنا اعتنقه المسلمون دينا، واعتنقه غير المسلمين حضارة وثقافة وعادات من طول التأثر به. في أي سؤال إخواننا في القومية؟ واضح؟ واضح. طيب، طيب السؤال الذي يطرح نفسه الآن، وهذا في نوع يعني استطراد لما كنا نتكلم فيه قبله، ليس مذكورا في الكتاب عندك، الدعوة إلى الدولة المدنية، الدعوة إلى الدولة المدنية، هل يجوز أن يقال أن الدولة الإسلامية دولة مدنية؟ هل يجوز أن يقال أن الدولة، هذا استطراد يعني خارج المنهج لكن مهم لأنه هذه مسألة نحتاجها، هل يجوز أن يقال الإسلام دولة الإسلام دولة مدنية؟ السؤال الثاني يعني إذا، طب إذا كان كده ليه الإخوة طلعوا في الميادين يقولون مش عارف إيه لا مدنية ولا إيه إسلامية إسلامية لا مدنية ولا، طب ما هترتب على ده ان احنا لابد ان نراجع امثال هذه الشعارات. اخي بيقول لي في تفصيل، ايه هو التفصيل؟ المدنيه مثلا عكس العسكريه، في المدنيه ليه عايز دوله لادينيه؟ دي العلمانيه. حسب بقى. طب اذا هل يجوز اطلاق هذا اللفظ ام لا يجوز اطلاقه؟ لا يجوز كده بما انه يحتمل يجوز. طيب الاول يا اخوانا لازم نبقى عارفين ان مصطلح الدولة المدنية مصطلح ايضا فلسفي وله اصول فلسفية، واطلاق لفظ الدولة المدنية او مصطلح الدولة المدنية يعنى به عند قوم يعني من الناس الدولة الايه اللادينية. وفي الاطلاق مع ان لان اللفظ عربية مدنية دي لفظ عربية، تمام، واطلاق اللفظ عندنا بين المسلمين وبين الناس تحتمل عدة معاني، قد يراد بالدولة المدنية الدولة غير العسكرية، لكن ينادى به في اول الثورة مثلا ان الدولة مدنية لا يحكمنا العسكر مثلا، وقد يراد بالدولة المدنية الدولة الايه متحضرة مش كده ولا ايه، متقدمة عكس دولة البداوة والتخلف مش كده ولا ايه، وقد يراد بالدولة المدنية الدولة الايه اللادينية العلمانية. باذن المصطلح يطلق ويراد به ايه اكثر من معنى. اللي حصل يا اخواننا واحنا لابد ان نتفق ان الالفاظ المجملة كما يقول الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الالفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنة بل ولا في كلام الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر ائمة المسلمين لا اثباتها ولا نفيها وقد تنازع فيها الناس، هذه الالفاظ لا تثبت ولا تنفى الا بعد الاستفسار عن معانيها. وان كان الشيخ الاسلام ابن تيمية بيتكلم عن ايه، عن ألفاظ عقدية زي الحيز والجهة وأمثال هذه الأمور، لكن هذه كتلك، هذا مصطلح عقدي وافد وهذا مصطلح عقدي وافد، هذه الألفاظ التي ليست القاعدة كده، الألفاظ المجملة التي لا توجد في الكتاب والسنة ولا في كلام الصحابة والتابعين إثبات ولا نفي لها، هذه الألفاظ لا تثبت ولا تنفي بإطلاق، لابد من الاستفسار أولا عن معانيها، أن يقال ماذا تريد بالدولة المدنية؟ نريد بالدولة المدنية، لا نريد حكم العسكر، نريد دولة مدنية غير عسكرية، كلام مقبول. طب نريد دولة مدنية متحضرة غير متخلفة، ده كلام أيضا مقبول، لكن أن يطلق اللفظ ويقال نريد دولة مدنية هكذا ونسكت، هذا كلام متوقف على حال الدولة المسلمة، حال الواقع الذي نعيشه، قد تضطر في حال الاضطرار إلى ما لا تفعله ولا تطلقه في حال الاختيار، بمعنى إن حين يقل العلم مثلا وينتشر الجهل وتتنازع العامة كلمة الحق وكلمة الباطل ويستضعف أهل الحق ويشنع على أهل الحق وعلى الإسلام بما يعصر دفعه باستخدام أو بدفع بعض المصطلحات أو بدون استخدام بعض المصطلحات، أو حين يكون الأولى هو انتزاع المصطلح من أهل الباطل، أن أنا أنتزعه من أهل الباطل وأخضعه لتفسير يقربه من المعنى الشرعي،
تمام، حتى استفيد. الناس اخواننا يعني اصابتهم عدة امور. الامر الاول في مصطلح المدنية بالذات، الامر الاول ان المصطلح مجمل زي ما قلنا مش كده ولا ايه، قد يحتمل عدة معاني. الامر الثاني ان كثير من الناس غفل عن المعنى الفلسفي العقدي للمصطلح. الامر الثالث ان بعض الدعاء المسلمين استخدموا هذه اللفظ، يعني الدكتور القرضاوي ودكتور محمد عمارة وناس كتير ممن يهتمون بهذا الشأن منذ مدة طويلة يقولون الدولة الإسلامية دولة مدنية، ويقصدون بها ايه، دولة متحضرة، دولة وهكذا. تمام، يبقى اذا قد تضطر في حل الاضطرار احيانا الى ان تستخدم لفظة الدولة المدنية بشرط تقييدها بالمرجعية، ذات مرجعية إسلامية وحيدة. يبقى انت كده حليت الايه، حليت اللبس. اما في حالة الاختيار فنحن لسنا مضطرون لهذا الامر. في حالة الاختيار والأمة يعني قادتها هم العلماء والكل يرجع الى كلامهم والكل يتقبل هذا الكلام والكل مستعد ان يستفصل ويصل الى الحق، ساعتها نقول عكس كده. ساعتها نقول ان اطلاق هذا اللفظ ايه، لا احنا مش محتاجين نطلقه، يبقى لا يطلق هذا اللفظ. الدولة الاسلامية دولة اسلامية، الدولة الإسلامية دولة إسلامية. لابد أن تعلم إخواننا أن مصطلح الدولة المدنية استخدمه الجميع، مصطلح الدولة المدنية استخدمه الجميع. الدولة الإسلامية دولة مدنية، والدولة ككله كده دول مدنية لأنها تقوم على إيه، على مؤسسات، وده معنى الدولة المدنية عند من أطلقه. قد يكون هناك حالة أعظم من حالة الاضطرار، قد تكون هناك حالة أعظم من حالة الاضطرار كحالة القهر والإكراه، وساعتها ممكن يستخدم لفظ الايه المدنيه بس. يبقى اذا هي درجات على حسب حاله الايه، على حسب هذا باختصار يعني على حسب حاله الايه الام. لا التفصيل، احنا قلنا التفصيل بقى، يبقى لا يجوز ولا لا يجوز، يبقى ايه الالفاظ المجمله التي احفظها كده، التي لم ترد في الكتاب ولا السنه ولا في كلام الصحابه، لا يطلق القول بايه بنفيها ولا باثباتها الا بعد الايه الاستفسار. ماذا تقصد؟ ده مختلف عن اللي احنا قلناه، انا ذاك انا عرشت على هذا مصطلح الديمقراطية يا اخوانا، كلمة غربية اساسا، العلمانية كلمة غربية اساسا مش عربية اصلا، تمام. فالاطلاق نفسه غير مقبول، ينفع الاطلاق لما يكون في لغة واحدة وامة واحدة ويعني حضارة واحدة، لكن احنا ليه التلبيس في مسألة المدنية؟ لان كلمة المدنية كلمة عربية، كلمة المدنية كلمة عربية عند الناس، لها معنى ومدلول عربي في الحقيقة، لذلك كان هذا التفصيل واضح؟ ده مش بتاعتنا أصلا وده واضح، تمام. فأنت ما تقوليش هنا لا مشحة بالاصطلاح. الإيه؟ المفكرين عرفوها إيه؟ يعني مثلا يبقى احنا كده بنضحك على نفسنا، هو ده اللي بيتقال عليه لا مشحة بالاصطلاح وغير مقبول، دي ما هيش ديمقراطية أصلا. لو ان عرفت الديمقراطية بأنها الصورة يعني فيما لا يخالف شرع الله، يبقى دي مش ديمقراطية، دي حاجة تانية خالص. زي ما تقول ايه متحرك ميت، يعني ايه متحرك ميت؟ انت نقضت الديمقراطية اصلها الفلسفي ان الشعب يحكم نفسه ومفيش دين. اما تقولي لا الديمقراطية هي الصورة وبشرط عدم الخروج عن شرع الله، يبقى دي مش الديمقراطية، دي حاجة تانية خالص. فاكرين الشيخ عبد المنعم الشحات كان بيضرب مثال مكرون بشمل كان له مثال مشهور ممكن مسكوه يعني عليه، لكن هو ده المقصود بالكلام، ان انت لو اخرجت اللفظه عن يعني عن يعني مسارها في لغتها وفي يعني فكر اهلها وفي طريق اهلها، يبقى انت عملت حاجه تانية خالص، وانت اخترعت حاجه تانية خالص، الحاجه دي مش هي دي، يبقى كانك قلت بالضبط متحرك ميت متناقضي، مش كده ولا ايه؟ طيب لا يجوز الإطلاق. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.